هو انتصار مهم اي اهلنا للدور الثاني، ولكن على العموم ان الاداء غير مقنع، يعني مازال مزيد من العمل لان الخصم كان ضعيف، وبالتالي ما بالك اذا واجهنا منتخبات كبيره مثل نيجيريا ولا كاميرون، وهذا سيحتم عنا ان نكون اقوياء. هذا المستوى الذي ظهر به المنتخب المغربي اليوم لا يدل على انه منتخب قوي، ولكن مزيد من العمل، ونتمنى ان تكون المفاجاه ويكون الاداء تحسن مستمر ان شاء الله. من ناحيه كنتيجه هي بالنسبه للفريق الوطني المنتخب هي نتيجه مشجعه، هي نتيجه مشجعه المجموعه ككل، ولكن من الناحيه التقنيه والتكتيكيه مازال خاصو المدرب، مازال خاصو شويه ديال الخدمه، مازال خاصو التعليمات، لان لا يعقل من اللعابه كلهم محترفين ويرجعوا اخطاء بدائيه. نتمنى يداركوا هادشي المقابله الجايه. لماتنا عبر التاريخ المنتخب الوطني تيكون قوي ومع الفرق الصغيره تينهزم، يعني دابا المغرب تنقربوا بدل الاستراتيجيه ديالو انه اعتمد على فريق شاب، وفي نفس الوقت ان النتيجه هذه كانت متوقعه ان فريقنا خايفين منه. بالعكس ملي تلعب مع فريق صغير تيكون قوى منك، علاش؟ تيكون هو متحضر لك اكثر، وتيكون تقريبا نفسانيا مهيئ اكثر منك انت، علاش؟ انت عندك نجوم وهو تكون عنده لعابه ما معروفينش، في نفس الوقت يبغى يدير واحد النتيجه اللي تكون. ونتمنى والله يعني هذه النتيجه هذه تبين كانوا بعض الاخطاء في الشونجمون، يعني بالنسبه رحيمي كان يعطيه كون دخل كان يكون احسن من يعني نصيري ولا سميت. وتنتمناو المنتخب الوطني حظ موفق، وتنتمناو اليوم انه هذا الماتش هذا غيكون عكس ديال الكابون، ان الكابون تتلعب الكره عكس فريق ملي ترجع لك اللور كتلقى معاه صعوبات وشناهم، وحنا كنا خايفين على اللي تمركع لنا شي بيت، والحمد لله. سي خالد شنو نقول لك؟ سيطره مطلقه للمنتخب، ما كان بزاف ديال الفرص اللي نترجموا من اهداف مع الدراري ما توفقوش فيهم. على العموم مقابله مزيانه، المهم هو 3 بوان وكاليفيكاسيون دوزيام تور، هذا هو الاهم. والدراري باقيين بيناتهم، ما ديك لوموجان مازال شويه ناقصهم، هو اللي كيعطي عدم التركيز بيناتهم، مازال ما مركزينش بيناتهم، بس نوصلوا للبوطو ما كاينش هذيك ليفيكسيتي ديال نوصلوا للبوطو مازال شويه، وعدم التركيز هو اللي كاين. فيف ماروك، ديما ماروك وديما تلموت.